طيب بالنسبة للدايفرامز، لو عندنا دايفرام بالمنظر ده الأول، بس نفهم إيه تعريف الدايفرام. الدايفرام فيه خاصيتين مهمين أوي، هو يعتبر structural element very stiff. very stiff يعني الانيرشيا بتاعته تقريبا infinity، فده معناه إن هو مش هيحصل له deformation، مش هيحصل له bending بالمنظر ده، تمام؟ فيوديني للبروبرتي التانية، ان كل البوينتس اللي موجودة على سطح الدايفرام ده ليها equal displacement، كلهم بيتحركوا مع بعض. يعني لو انا حركت النقطة دي كده 3 متر، هلاقي ان النقطة دي اتحركت 3 متر والنقطة دي اتحركت 3 متر، لان كل الدايفرام هيتحرك 3 متر، تمام؟ تعال نحل المسألة دي ونبدأ بنفس الخطوة، إني هسمي كل ممبر. تعال نسمي ده A، نسمي ده B، كل النقط اللي على الدايفرام هتاخد C D و E. طيب تعال نقول إن ده ممبر رقم 1، وده ممبر رقم 2، وده ممبر 3، وده ممبر 4. بالنسبة لي ال degrees of freedom، زي ما قلنا في التعريف بتاع ال degrees of freedom، أنا هبص على ال joints. بما إني شغال في rods فأنا هبص على ال joints وهشوف ال restraints، هشوف مين اللي بيتحرك مسموح له يتحرك في X ومين اللي مش مسموح له يتحرك في X. عند A مفيش حركة لأن في هنا ال fixed support، عند C مسموح له يتحرك، بس خلي بالك ان كل نقط سي هي نفس الديجري اوف فريدم، كلهم بيتحركوا بنفس المقدار، يبقى ما اقدرش اقول ان دي ديجري اوف فريدم ودي واحده تانية ودي واحده ثالثه، لان كده هزود على نفسي unknowns ومش هستفيد حاجه، لان هما في الاخر ليهم نفس الديسبيسمنت. فانا هقول ان البوينتس اللي عند الدايفرام كلها دي ديجري اوف فريدم، هل بيتحركوا او بيتحركوا في اتجاه اكس. طب بالنسبه لبي مش بتتحرك في اتجاه اكس، يبقى كده اول ديجري اوف فريدم هي النقطه اللي عند الدايفرام. طيب بالنسبه للنقطه دي، بالنسبه للنقطه دي نفس الكلام، هلاقي انها مسموح لها تتحرك يمين وشمال، مفيش اي سبورتس هنا، مفيش اي رياكشنز هنا، الرودز مش هتمنع الحركه بتاعتها، هي هيحصل لها كومبريشن وتنشن، يبقى دي تاني ديجري اوف فريدم. طب بالنسبه للنقطه اي، النقطه اي دي ممنوع انها تتحرك نتيجه وجود السبورت الفيكسد سبورت، فبيمنع الحركه في اتجاه اكس، طبعا بيمنع في كل الاتجاهات. يبقى انا كده عندي 2 degrees of freedom. طيب ايه هما ال degrees of freedom؟ هما ال unknowns بتوعي، زي ما قلنا قبل كده ان معظم المسائل اللي احنا هناخدها هيبقى ال degrees of freedom هما ال unknowns. ال deformation اللي هيحصل او ال displacement اللي هتحصل عند C دي اول unknown، وال displacement اللي هتحصل عند D دي تاني unknown. طيب بالنسبة لتالت نقطة، أو تالت، بالنسبة لتالت خطوة، بالنسبة لتالت خطوة، تالت خطوة هي إني أكتب إيه الـ equation. كنا بنقول الـ equation الرئيسية إن الـ force تساوي الـ k في الـ displacement. تعال نقول ان deflection عند C ده degree of freedom رقم 1، و deflection عند D ده degree of freedom رقم 2، فتبقى المعادلة ان الفورس اللي موجودة عند نقطة C هي الفورس اللي موجودة عند degree of freedom رقم 1 بتساوي الستفنس بتاعت joint C نتيجة ال displacement اللي هتحصل في أول degree of freedom زائد ال stiffness بتاعت joint C نتيجة الديسبليسمنت اللي هتحصل في
ديجري اوف فريدم التاني. معناه ايه الكلام ده سريعا كده؟ تعال نقول ان انا عندي تو كيسز. الكيس الاولانيه لما اول ديجري اوف فريدم هتتحرك، انا عندي في كيس اولانيه لما اول ديجري اوف فريدم هيحصل لها displacement. ايه ال degree of freedom الاولانية؟ اللي هي ال diaphragm. اول ما ال diaphragm يتحرك 1 متر، ده كده ال degree of freedom الاولانية، ودي كيس رقم 1. طيب في الكيس دي، في الكيس دي هيبقى عندي stiffness للجوينت دي و stiffness للجوينت دي، فانا هسمي الاستفنس دي اللي هي كي سي، ودي الاستفنس كي دي، بس كل ده نتيجة كيس رقم 1. طيب لو عايزين نقولها بالأرقام، بما ان دي الديجري اوف فريدم الأولانية، يعني دي كده أول ديجري اوف فريدم، ودي كده تاني ديجري اوف فريدم، يبقى هقول ان نتيجة الحركة اللي هي في الديجري فريدم الاولانية اللي انا سميتها خلاص كيس 1، هيتولد عندي فورس في الديجري فريدم الاولانية اللي هي كي 1. يبقى انا هسمي الفورس اللي هتتولد عند الكيس دي نتيجة الحركة الواحد متر كي 1 1. اول رقم ده اللي بيعبر عن مكان الديجري اوف فريدم، وتاني رقم ده بيعبر عن الكيس بتاعتي حصلت في اني ديجري اوف فريدم، يعني مع اصح ده الاستفنس بتاعت ديجري اوف فريدم الاولانية او الجوينت الاولانية نتيجة الديسبليسمنت اللي حصلت في الكيس الاولانية، يعني في الديجري اوف فريدم الاولانية. طيب بالنسبة للديجري اوف فريدم التانية، انا لسه في الكيس رقم 1، وقلنا الكيس بتاخد الرقم التاني، فهقول كيس 1، وانا عندي هنا ده مكان الديجري اوف فريدم اللي هو 2، يبقى انا عندي كي 2 1. تمام، ممكن تسميها K C 1 و K D 1 براحتك، بس الأسهل أو اللي هتعرف تحفظها هي K 1 1 و K 2 1. طبعا احنا مش كل مرة هنقعد نستنتجها في الامتحان، انت هتحفظ الإيكويشن على طول وتكتبها لو عندك 2 degrees of freedom. طيب تعال نكتب كده الإيكويشن بتاعتنا بالمنظر ده، فنقول إن الفورس في الديجري اوف فريدم الاولانية بتساوي الكي في الديجري اوف فريدم الاولانية نتيجة الكيس الاولانية مضروبة في الديسبليسمنت اللي هتحصل في كيس رقم 1، زائد عشان انا بتكلم هنا على الفورس اللي هتتكون في الديجري اوف فريدم الاولانية، يبقى انا عندي الكي 1 برضو لان دي الديجري اوف فريدم الاولانية، بس نتيجة بقى كيس 2 و دلتا 2. تمام، يبقى دي هي دي دي هي دي. طيب بالنسبة لي الفورس اللي هتتكون عندي في الديجري اوف فريدم التانية هنعملها ازاي؟ الفورس اللي هتتكون عندي في الديجري اوف فريدم التانية هي الستفنس بتاعت الديجري اوف فريدم التانية نتيجة الكيس رقم 1 في الديسبليسمنت رقم 1، زائد الستفنس بتاعت الديجري اوف فريدم التانية بس نتيجة الكيس التانية اللي هي دلتا 2. طيب دي equations، لو انا حابب اوقفها في هيئة ستفنس ماتريكس فهعمل ايه؟ هقول ان الترم ده هو فورس 1 وفورس 2،
بيساوي، ده طبعا الـ external forces بتاعتنا بتساوي، دي الـ stiffness ودي الـ displacement، دي واحد اتنين واحد اتنين. زي ما قلنا ان اللي فوق ده كده الكيسز، فهقول ان K فورس رقم واحد في كيس واحد، K رقم واحد كيس اتنين، K اتنين واحد وK اتنين اتنين، دي تبقى دلتا واحد ودي تبقى دلتا اتنين. طيب عشان اعرف احل الايكويشن دي انا عارف خلاص الاكسترنال فورسز اللي عندي كام، اللي هو المية والميتين، معرفش الديسبليسمنت بس هعرف احسب الاستفنس بتاعه. تعال نشوف ازاي نحكي. زي ما قلنا في خطوات الاستفنس عندي اربع خطوات. الاول هاسيوم يونت ديسبليسمنت، انا هنا في الخطوة بتاعت حساب الاستفنس، فأنا بقول أول حاجة بعملها بأسيوم يونت ديسبليسمنت، وبعدها بعمل فري بودي دايجرام. وبعد ما اعمل فري بودي دايجرام المفروض ان انا ابلاي الاكسيال فورس، وبعد كده بانشور الاكوليبريم عند كل جوينت. طيب تعال نعمل الكلام ده، انا هرسم الفري بودي دايجرام واسيوم ان الكيس الاولانيه هي اللي هيحصل فيها الديسبليسمنت دي. طيب انا بقول ان النقطة C اللي هي اول degree of freedom بالنسبة لي هتتحرك كده واحد متر، يبقى هيتكون عندي forces طبعا، فاقدر اقول ان دي الكيس الاولانية، كيس رقم واحد، دي هتتحرك، النقطة دي هتتحرك لجوه واحد متر، والنقطة دي والنقطة دي هتتحرك لبره واحد متر، تتحرك لبره واحد متر، على أساس إن كل اليونتس بتاعتي واحد متر. طيب أنا حركت النقطة، بعد كده هأبلاي، عملت الفري بودي دايجرام، وبعد كده هأبلاي الأكسيال، يعني عشان دي تتحرك لجوه فهي محتاجة فورس قيمتها كي. عشان اعرف احسبها فالرول بتاعي هو اي اي اوفر ال، وبما انه هنا ما ادانيش اي يعني ما قاليش اي طول او اي يونجز مودولس او اي اريا فهعتبرهم كلهم واحد، يبقى ده هنا اي اي اوفر ال. طيب عشان يحصل ايكوليبريم فلازم يظهر عندي الناحية التانية اي اي اوفر ال، تمام، وهنا هيودي عكس الاتجاه برضو EA over L. جميل. طيب تعال نشوف ايه تاني نقطة اتحركت، هل هنا في حاجة اتحركت؟ ده ما اتحركش، فيبقى هنا زيرو، ويوديني الناحية التانية زيرو، يبقى هنا برضو زيرو، كل الجزء ده زيرو. طيب ده هيودي لي هنا EA over L، بس لسه ما حسبتش الإكوليبريم. طيب هنا ده عشان يتحرك لبره محتاج فورس لبره قيمتها EA over L، ده نفس الكلام محتاج فورس لبره قيمتها EA over L. عشان يحصل إكوليبريم عند الجوينت دي لازم يوديني الناحية التانية برضو EA over L و EA over L. طيب نفس الكلام هنا عشان أتأكد إن في إكوليبريم، يبقى عكسه في الاتجاه و equal in magnitude، نفس المقدار عكس الاتجاه EA over L، عشان انشور الناحية التانية هيبقى نفس الكلام EA over L. حلو،
ده كده بالنسبة للأكسيال فورسز. طيب فنتأكد بقى إيكوليبريم عند الجوينت، فقلت هنا هيبقى عندي كي للجوينت رقم واحد نتيجة كيس رقم واحد، فدي الفورس اللي هتتحط هنا عشان أو اللي هتتولد عندي نتيجة الحركة بتاعت الجوينت دي 1 متر يمين. نفس الكلام هنا، هقول الفورس أو الاستفنس كي تساوي الاستفنس عند النقطة رقم 2 نتيجة degree of freedom اللي حصلت عند رقم واحد أو اللي هي بنسميها كيس رقم واحد. طيب نجرب بقى نعمل equilibrium، فألاقي إن كي واحد واحد بتساوي 1 2 3 اي اي اوفر ال، 3 اي اي اوفر ال طبعا دي البوزيتيف، لان هي في الفرض بتاعنا احنا فرضين ان الاتجاه ده هو البوزيتيف. طيب اوكي 2 1 هتبقى بتساوي، هنشوف كده هتلاقي كي 2 1 و اي اي ال، يبقى لازم الاتنين كي 2 1 تكون عكس ال اي اي ال بتاعتي عشان يحصل equilibrium عند النقطة دي، فتبقى negative 2 negative اي اي over ال. طيب تعال نروح للكيس رقم 2، دي كانت كيس رقم 1. طب كيس رقم 2، طيب كيس رقم 2 فده معناه ان النقطة التانية degree of freedom التانية تتحرك 1 متر، انا فرضت انها تتحرك ناحية اليمين، فده كده البوزيتيف بتاعي، ده كده البوزيتيف، فهقول ان النقطة دي عشان تتحرك لجوه 1 متر فأنا محتاج فورس تضغطها لجوه قيمتها قيمة الاستفنس اللي هي هتبقى E A over L. طب عشان يحصل equilibrium فيبقى عندي الناحية التانية E A over L، نفس الكلام هتروح الناحية التانية ونفس الكلام هنا، كل ده قيمته E A over L. طيب وهنا عند الممبر سي دي ده هيتحرك لبره 1 متر فتولد عندي هنا EA over L، يبقى عكسها EA over L عشان يحصل equilibrium، فهودي عند الجوينت اللي هي جوينت دي ارسمها تحت كده، ادي جوينت دي هيروح هنا عندي EA over L ويروح هنا عندي EA over L. طيب عند جوينت سي عشان يحصل equilibrium فهيروح العكس هنا اي اي اوفر ال. طيب هنا مفيش اي displacement فهيبقى فيه هنا زيرو، هنا زيرو طبعا هيودي الناحية التانية زيرو، يبقى الرياكشنز بتاعتهم بزيرو. طيب نشوف الاستفنس بتاعت الجوينت، انا هنا عندي الكيس دي عن degree of freedom التانية، فهقول ان الفورس اللي هتتولد هنا اسمها كي عند الديجري اوف فريدم الاولى نتيجه كيس رقم 2، وهنا هتبقى خلينا نرسمها تحت مع دي كي نتيجه كيس الثانيه عند الديجري اوف فريدم الثانيه. لما نيجي نحسب الـ equilibrium فهنلاقي إن K 1 2 بتساوي دي في نفس اتجاهها، فلازم دي تروح العكس فتبقى negative E A over L، وعشان أتأكد لازم K 1 2 تكون هي K 2 1. طيب و K 2 2 هتكون بتساوي 2 E A over L
وفي نفس الاتجاه. طيب انا كده حسبت الستيبس، الخطوه الجايه هي اني ابلاي الايكويشن. تعال ابلاي الايكويشن، يعني ايه ابلاي الايكويشن؟ يعني تحسب الديسبيسمنت بتاعتك. طيب الايكويشن بتاعتي هنا اف واحد واف اتنين. اف واحد كانت الفورس اللي رايحة في الاتجاه ده كانت بوزيتيف 100، في نفس اتجاه البوزيتيف اللي احنا فرضينه. احنا فرضين دايما البوزيتيف بتاعنا كده. واف اتنين كانت نيجاتيف 200، تكون بتساوي الستيفنس ماتريكس بتاعتنا. قلنا واحد اتنين واحد اتنين، كي واحد واحد بتلاتة اي اي اوفر ال. فانا ممكن اخلي بما انهم اي اي اوفر ال، فاخلي الاي اي اوفر ال ك كومن فاكتور بره. بهنا بوزيتيف تلاتة. طيب وهنا اللي هي كي واحد اتنين هتبقى نيجاتيف واحد، وهنا زيها نيجاتيف واحد، وهنا هتبقى اتنين. الكلام ده يتضرب فيه displacement، يبقى دي كده كانت الكي، دي كده ال displacement. هنا ال displacement عند degree of freedom واحد اللي هي مقصود بيها displacement C، وهنا ال displacement عند degree of freedom التانية اللي هي مقصود بيها displacement D. هنعملها على الكالكوليتر. فلو انت معاك الكالكوليتر اللي هي FX 991، هتدوس مود، بعد كده هتدوس خمسة، تدخل على الإيكويشنز، بعد كده هتدوس واحد بما انهم اتنين ديجريز اوف فريدم، فهيظهر لك ماتريكس بالمنظر ده. هتلاقي هنا A B C، هتلاقي هنا واحد واثنين، هتبدأ تدخل بالترتيب ده. التلاتة ونيجاتيف واحد وبوزيتيف 100 بكل حاجة بإشارتها، نيجاتيف واحد واثنين ونيجاتيف 200. بعد كده هتدوس equal، هيطلع لك x، وده المقصود بيها دلتا واحد. دلتا واحد هتبقى بتساوي زيرو، ودلتا اتنين هتطلع ب نيجاتيف 100. طيب انا كده طلعت ال displacement. الخطوة الجاية هي اني احسب ال internal forces. طيب وزي ما قلنا في الانترنال فورسز، انا عندي جنرال ايكويشن. بتقول لي ايه الجنرال ايكويشن دي؟ بتقول لي ان الفورس في اي ممبر بتساوي الاف نود او اللي هي الفيكسد اند فورسز زائد ده. لو عندي في الكيسز اللي عندي انترنال، عندي فورسز موجوده في وسط الرود او في وسط الممبر، بس طبعا في مسائل الرودز ما عندناش، معظمها ما عندناش، زائد F1 زائد F2. وترجمنا ان F1 دي معناها هي الستفنس بتاعة الممبر في كيس واحد، F2 هي برضو استفنس نفس الممبر بس نتيجة displacement اللي هي في كيس اتنين. طيب تعالى نبدأ نحل. انا عندي اربعة ممبر، هبدأ بممبر رقم واحد، هيبقى عندي الإيكويشن بتقول لي هي displacement
stiffness member رقم واحد نتيجة case 1 زائد stiffness member رقم واحد نتيجة case 2. ف stiffness member رقم واحد في case 1 ادي case 1 وادي member رقم واحد. الستفنس عندي بتساوي EA over L. وكانت بالبوزيتيف عشان تنشن. الديسبليسمنت نتيجة كيس رقم واحد اللي هي الدلتا واحد تساوي زيرو بلس ستفنس ممبر رقم واحد في كيس اتنين ادي كيس رقم اتنين ممبر رقم واحد الديسبليسمنت عنده بزيرو فيبقى عندي زيرو و displacement في كيس رقم اتنين اللي هي طلعت معانا بالنيجاتيف 100 فيبقى في الاخر المحصلة زيرو يبقى ال internal forces عنده هنا بزيرو. طيب F force member رقم اتنين K اتنين في دلتا واحد زائد K اتنين في دلتا اتنين فلاقي ان ال stiffness بتاعت الممبر رقم اتنين stiffness member رقم اتنين هتبقى EA over L زي member رقم واحد والdisplacement بزيرو ونفس الكلام stiffness في كيس رقم اتنين كانت بزيرو والdisplacement في negative 100 فتطلع في الاخر زيرو يبقى member واحد وmember اتنين الاتنين بزيرو. بالنسبة لي member رقم تلاتة ف stiffness بتاعت member رقم 3 في displacement 1 زائد stiffness member رقم 3 في displacement 2 لو رجعنا نشوف ده member رقم 3 stiffness عنده كانت negative EA over L عشان compression ده في case رقم 1 اللي ال displacement عندها ب 0 plus في negative 100 طبعا هي negative 100 ما ننساش الكونستنت بتاعنا اللي هو كان L over EA بعد ما اقلبه فيبقى negative 100 و member رقم 4 تساوي ال stiffness في case رقم 1 عند member رقم 4 كانت بصفر والديسبليسمنت واحد برضو بصفر زائد ستفنس في الممبر رقم اربعة في كيس رقم اتنين ادي ممبر رقم اربعة كيس رقم اتنين اي اي اوفر ال بالنيجاتيف فيبقى النيجاتيف اي اي اوفر ال والديسبليسمنت بالنيجاتيف 100 طبعا ما ننساش ال اوفر اي اي فدي هتطير مع دي يبقى لي بوزيتيف 100 حسب بقى الفورس بتاعتي كانت طنز يبقى دول طنز. طيب بالنسبة للرياكشنز اعتقد هنا هتبقى اسهل لو جينا عوضنا هنلاقي ان ده زيرو ممبر ده زيرو ممبر فيبقى الرياكشنز هنا بزيرو عندنا ده 100 وهيظهر لي هنا عندي ده member رقم 3 فيه compression 100 لو نقلتها الناحية التانية تبقى under equilibrium لو نقلت هنا 100 يبقى انا محتاج كمان وده كان tension 100 يروح هنا 100 وده يبقى هنا 100 فيبقى في الاخر x عند joint A بتساوي 0 x عن joint B بتساوي 0 و x عن joint E بتساوي positive 100 tons.